تتوكل على ربنا سبحانه وتعالى بأفضل ما عندك، بأكرم ما عندك، بأعز ما عندك. والله عز وجل يحب المحسنين. تروحش على ربنا سبحانه وتعالى بأخس ما عندك، بأقل ما عندك. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى واحد متبرع ومتصدق بتمر رديء، تمام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان هو جزاء لي سيأكله في الآخرة، ده اللي هيتقدم لك في الآخرة، توبيخا له على هذا الفعل. شوف انت بقى وانت بتتصدق بتطلع ايه؟ تصدق من وقتك، تخرج لله عز وجل من وقتك ايه؟ تخرج من جهدك ايه؟ تخرج من عبادتك ايه؟ تخرج من مالك ايه؟ بتخرج ايه؟ دور كده وشوف ايه اللي هيكون مقابل لده في الآخرة. يعني بعض الناس كنت انا قلت قبل كده اكتر من مرة، وظفوا الوقت كله، تمام؟ وان انت تحاول انت ما تسيبش في وقت في حياتك فاضي وبعد كده تقول انا ما عنديش وقت. لا، تلاقي عندك اوقات وانت بتمشي من كذا لكذا وانت رايح لكذا كذا، فبقى جيب وردك هنا وجيب الاستغفار هنا وبقى ما اعرفش ايه، ويبقى يعمل كده، بقى يعمل بعض ايه، يجيب ورده في الاوقات البينية والاوقات اللي ممكن ان هو يفرغها عشان خاطر الحاجات المحترمة، يفرغها بس للدنيا. هو انا كان قصدي كده؟ يعني هو بقول لك ما تعبدش ربنا الا في الاوقات البينية، انا بقول لك استغل الاوقات البينية، استغلها، مش قصدي ان انت ما تدلوش الا الاوقات البينية. وانت لما ما تجيبش وردك الا في المواصلات، وما تقولش الاذكار الا وانت رايح من كذا لكذا، وما تعملش كذا الا ما اعرفش ايه، سبت ربنا ايه؟ سبت ربنا للاوقات البينية. يا جماعة، مين معروف في بيته انه لو مسك المصحف محدش يتكلم معاه، وان لو تليفونه رن مامته ولا زوجته ولا اي حد تمسك التليفون من نفسها وتقوم عاملاه صامت وتقلبه، لانه مش هيقوم له، وهم عارفين كده كويس، ومش عشان خاطر هو قال لهم، ده من كتر ما هو عمل.